عدد هائل من المسلسلات العربية دخلت حلبة المنافسة خلال شهر رمضان المقبل، اللي بيؤدي كالعادة إلى عدم قدرة المشاهد على متابعة كل تلك الأعمال. وده بالطبع اللي أكده النجوم بنفسهم واضطرهم لتفضيل مشاهدة بعض الأعمال عن غيرها بضيق الوقت. أول حاجة الزعيم مفيهاش كلام، ويسرى طبعا أكيد، ويوسف الشريف طبعا، عادل إمام فنان العظيم الكبير، يعني بيسعدني وجوده دايما على الشاشة في رمضان. هتفرج على دنيا لالا لاند، وهتفرج على برضو عادل إمام، فنان عادل إمام. هتفرج طبعا على الزعيم وهتفرج على هربانة منها كفاية عادل إمام أكيد. اللهم ابطل عمل المفسدين واخبد أنفسهم. أساسي عادل إمام طبعاً، يعني ده عشرة عمري عادل إمام، عشرة عمري وصداقة وشغل وكل حاجة. كفر دلهاب، أنا بحب دايماً الحاجات زي ما قلت لك، الحاجات المختلفة، ففكرة مسلسل رعب أنا عايزة أتابع بصراحة، وعايزة أتابع مسلسل دنيا سمير غانم، وعايزة أتابع كله. بحب قوي 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 دنيا سمير غانم، فهتفرج على في لالا لاند. يا جدا تلعب صباح الخير يا سين. لالا لاند هشوف خلصانة بشياكة، هشوف طبعا عفاريت عدلي علام. حب أتابع واحد الغروب. كفر دلهاب هيبقى رعب، فعايزة أتفرج على حاجات كتيرة. أي حاجة في أحمد السقا ما ينفعش تعدي كده عليا. أحمد السقا طبعا، حصان الأسود. أنا راجل ماشي شمال بس عندي أخلاق. عيلة التهامي ما بتضربش طلقة وما بتسيبش. طبعا هتابع حساب يجمع وهذا المتاع. انا منتظر بشده يعني اتفرج على واحد الغروب، يعني اكتر حاجه بالنسبه لي شغلاني، لان انا قريت الروايه وبحبها. اكيد اتفرج على ميكي، لان انا بحب ميكي جدا، بحب دماغه جدا جدا جدا. مسلسلي اول حاجه طبعا انا وزمايلي طبعا اللي معايا، ومستنيه كمان اشوف مسلسل بتاع هاني سلامه عشان بحبه قوي. لسه ما قررتش الحقيقه، بس اكيد هتفرج يعني، لكن لسه ما قررتش. أكتر من مسلسل هيستمر تصويرهم في رمضان، ونجومها لن يتمكنوا من مشاهدة مسلسلات رمضان. أكيد هتفرج على حاجات كتير، بس لو لحقت، لأن أنا عارف أني هصور لآخر يوم. مش هشوف حاجة لأني هبقى لسه بصور. الفنان سمير صبري ليه رأي مختلف في مشاهدة مسلسلات رمضان. أنا بشوف أن شهر رمضان مش حكاية، مش محتاج سباق رمضاني، ومحتاج لهفة محطة دي للمحطة دي للمحطة دي، ما بتعرفيش تشوفي، ما بتعرفيش تتفرجي. واللي بيعمله ده وبيصوره، ورمضان بكرة وحنعمل ايه، والحلقة ما تصورتش، والبتاع ده، تخيلي ايه السلق اللي ممكن يطلع عمل فني صح. اصحى نايم اصحى، لبقينا في شهر الصوم.